بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على خير مبعوث لخير أمة سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه إلى يوم أن نلقاه وبعد. إخواني الدارسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في المحاضرة السابقة عند ذكر الرأي الثاني في مسألة الفرق بين النبي والرسول، وقلنا إن أصحاب هذا الرأي هم جمهور أهل العلم. قالوا النبي غير الرسول في أي شيء؟ قالوا في أمرين. في الأمر الأول في مسألة البلاغ، والأمر الثاني في الدلالة اللغوية لمصطلحي أو لكلمتي نبي ورسول. وخرجوا علينا بمفهومين: الأول كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. كل رسول نبي لأنه كان نبيا ثم أرسل، ولذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يخاطبه ربه مرة يا أيها النبي، ويخاطبه مرة أخرى يا أيها الرسول. وتحدثت عن الفرق بينهما من حيث الإبلاغ ومن حيث اللغة، وانتهينا إلى هذا. طيب، في الاصطلاح، الاصطلاح النبي والرسول بيتشابكوا في المعنى الاصطلاحي في أشياء ويختلفوا في أشياء. هذا على الرأي الثاني، بيشتبكوا ويشتركوا النبي والرسول، يشتركان في الإنسانية والحرية والذكورة والسلامة من الطبع المنفر وفي الوحي، كلاهما يوحى إليه، ويختلفان في البلاغ، ويختلفان في الدلالة اللغوية. وهناك من رأى الاختلافات أكثر من هذا، فقال يختلفان أيضا في أن الرسول جاء بشرع جديد، وأن الرسول جاء بكتاب جديد، أو جاء بشرع إما أن ينسخ كل الذي كان قبله أو ينسخ بعضه، إلا شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهي ناسخة لكل الشرائع التي سبقته. ومع ذلك فإنما هو حسن عندهم يؤخذ به عندنا، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه. إذن هذه هي نقاط الاتفاق بين النبي والرسول، وهذه أيضا هي نقاط الاختلاف بين النبي والرسول. طيب، احنا في الفريق الأول، الرأي الأول، لما طلبنا منهم الدليل ساقوا لنا الدليل، وقالوا الدليل عندنا قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. أي وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك من نبي، فالاثنين مرسلين. فما الدليل الذي اعتمد عليه جمهور أهل العلم الذين تبنوا الرأي الثاني، وهو الفرق بين النبي والرسول، أن هناك فرقا بين النبي والرسول؟ نفس الدليل، نفس الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. طيب الشاهد فين؟ قالوا الشاهد هو اللي يختلف. أصحاب الرأي الأول الشاهد عندهم كلمة أرسلنا، أصحاب الرأي الثاني الشاهد عندهم حرف العطف التي جاءت بين الرسول والنبي: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. الواو هنا، فقالوا الواو حرف عطف،
والعطف يقتضي المغايرة، فالنبي غير الرسول. بس ادي الفرق. طب ما الأرسلنا نعمل فيها ايه؟ قالوا دي هذه دلالة لغوية، هذه تبين لنا فقط ان النبي لم ينبأ من نفسه، وانما نبئ من قبل الله عز وجل. لكن هناك فارق جوهري بين النبي والرسول. ايه الفارق الجوهري؟ هو في مسألة البلاغ، هو مخير، النبي مخير، الرسول غير مخير. الرسول جاء بشرع جديد، النبي لم يأتي بشرع جديد. الرسول لديه كتاب، النبي ليس لديه كتاب. طيب ما لازمة النبي ايه؟ أسوة سلوكية، قدوة حسنة، يدل على الله بحاله وبهيئته، ويدل على الله بشريعة غيره، ويدل على الله بكتاب غيره. يعني مش لازم يبقى كتابه هو، مش لازم تبقى الشريعة شريعة جاء بشريعة مستقلة. طيب أنا قلت أن الرأي الثاني هو الرأي الذي الرأي المعتمد عند جمهور أهل السنة وعند جمهور أهل العلم، ولذلك يقول المؤلف هنا في الكتاب الذي بين أيديكم: والرأي الذي ينبغي أن يكون هو الرأي، هو الرأي الثاني الذي يفرق فيه بين النبي والرسول في التبليغ. فالنبي لم يؤمر بالتبليغ، لكن الرسول أمر به: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وعلى هذا فالنبي قدوة طيبة يقتدى بها، فتعرف الأسوة الحسنة والطريق المستقيم من خلاله. وهذه هي مهمة النبي الذي لم يؤمر بالتبليغ. تاني: وعلى هذا فالنبي، دي الوظيفة بتاعته، قدوة طيبة يقتدى بها، فتعرف الأسوة الحسنة والطريق المستقيم. وهذه هي مهمة النبي الذي لم يؤمر بالتبليغ. وأنا في المحاضرة الأولى بينت لكم معنى النبوة والرسالة. النبوة هو الاختصاص، اختصاص عبد، اكتباء عبد من عباد الله بسماع وحي شرعي. الفارق بينهم أن النبي أو النبوة اختصاص عبد بسماع وحي شرعي ولم يؤمر بالبلاغ. الرسالة اختصاص عبد بسماع وحي شرعي وأمر بالبلاغ. ما الشروط التي ينبغي أن تتوفر في النبي والرسول؟ أولا، يعني دايما نحن نقرأ كلمة الشرط وكلمة الركن وكلمة السبب، إيه الفرق بينهم؟ معلش الحتة دي صعبة شوية، بس أنا أحاول أبسطها زيادة. عندما أقول هذا ركن يختلف عن عما أقول هذا شرط. الركن يا إخوان يدخل في حقيقة الشيء، في ماهيته، في كينونته، في صلبه، ويترتب على وجوده الوجود، ويترتب على عدمه العدم. زي ايه؟ زي تكبيرة الإحرام في الصلاة، زي قراءة الفاتحة في الصلاة، زي الركوع في الصلاة، زي السجود في الصلاة، زي التشهد الأخير في الصلاة. فهذه كلها أركان. إيه معنى أركان؟ يعني تدخل في حقيقة الصلاة. لا تصلح صلاة بدون هذه الأركان. ولو أنا عرفت الصلاة أعرفها بهذه الأشياء،
عرفها بهذه الأشياء، فهي تدخل في حقيقة الشيء وتدخل في ماهيته. أما الشرط فلا يدخل في حقيقة الشيء، لا يدخل في حقيقة الشرط، ولا يترتب على وجوده الوجود، ولكن يترتب على عدمه العدم. ايه معنى الكلام ده؟ هدي مثال ليتضح المقال. زي الوضوء للصلاة كده، الوضوء شرط في صحة الصلاة وليس ركنا في الصلاة. هل رأيتم أحدا عرف الصلاة وقال الصلاة هي المبتدئة بالوضوء؟ أبدا. قال لك هي المبتدئة بالتكبير مش بالوضوء. ما الوضوء ده لازمته إيه؟ قال لك الوضوء شرط فلا يدخل في حقيقة الصلاة، ولكنه خارج عن هذه الحقيقة، لكن مهم. مهم. طب مهم ليه؟ قال لك أن يترتب على عدم الوضوء عدم صحة الصلاة. يترتب على عدم الوضوء عدم صحة الصلاة. طب هل يترتب على وجود الوضوء وجود الصلاة؟ قال لك لا، مش شرط. ممكن أتوضأ وأقرأ القرآن ولا أصلي. ممكن أتوضأ وأنام على وضوء. ممكن أتوضأ وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن أتوضأ وأذهب إلى عملي. إذن فالوضوء ليس، لا يترتب على وجوده وجود ولا عدم، يعني لا يترتب على وجوده وجود الصلاة ولا عدم الصلاة. لكن إذا انعدم الوضوء ينعدم الصلاة، تنعدم صحة الصلاة. هذا هو الشرط. يبقى أنا عشان تفرقوا بين الركن وبين الشرط، هنا أنا بقول الشروط التي يجب أن تتوفر في النبي وفي الرسول. معنى كده إيه؟ أن هذه الشروط ما ينفعش تبقى معدومة، لأن لو انعدمت هذه الشروط تنعدم النبوة وتنعدم الرسالة. لكن هل ممكن هذه الشروط توجد ولا توجد نبوة ولا رسالة؟ ممكن تتوفر. تتوفر في إنسان عادي، في ولي من الأولياء، في مؤمن من المؤمنين، في تقي من الأتقياء. لكن عدمها بالنسبة للنبي معناها عدم النبوة. وجودها مهم لإثبات النبوة وإثبات الرسالة، لكن ليس شرطا أنها إذا وجدت في شخص كان نبيا، ممكن توجد في شخص ولا يكون نبيا. طيب أعتقد كده المسألة اتضحت زيادة جدا، يعني ليست غامضة الآن. طب إيه هي الشروط التي يجب أن تتوفر في النبي والرسول؟ لو حضرتكم قرأت التعريف بتدقيق هتستخرجوا من التعريف الشروط. لأن أنا قلت في التعريف إيه؟ إنسان حر ذكر سليم من الطبع المنفر أوحى الله إليه بشرع، مو هي دي الشروط برضو. أول شرط البشرية لازم يكون من البشر، لازم يكون من البشر. طب ليه يكون من البشر؟ لأن أنا بقول لكم إن النبي ده قدوة حسنة، أسوة للناس. وعلشان تصلح هذه القدوة وتصلح هذه الأسوة لابد أن يكون زيي من طبيعتي. ما ينفعش يقول لي لا تسرق وهو من طبعه أنه لا يسرق. ما ينفعش يقول لي لا تزني وهو من طبعه ليس عنده شهوة. يعني ما ينفعش يبقى من الملائكة، يعني لأنه لو كان من الملائكة يبقى من طبع غير طبيعتي، من طبيعة غير طبيعتي. وحتى لو كان من الملائكة لازم يبقى زيي، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يبقى لازم يبقى بشر، علشان أنا بشر وهو جاي لي عشان يبلغني مراد ربي مني، فلازم هو يبقى زيي ويطبق الكلام على نفسه أولا.
وانا اقتدي به. ازاي انا اقتدي بملك يعني؟ ازاي اقتدي بجن؟ لا، انا لازم يكون زيي ويكون بشر زيي. يبقى ليس هناك رسول او نبي من الجن او الملائكة، لا مفيش. طيب ما انت بتقرأ في القرآن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. نعم، رسل الملائكة الذين يبلغون مراد الله إلى أنبياء الأرض، إلى الرسل من البشر. يعني جبريل هو رسول، بس هو الرسول ده هل مطالب بأنه يبلغ الناس ويصبر على أذاهم؟ أبدا، هو يبلغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقرئه القرآن مثلا وينتهي دوره عند هذا الحد، ولكل ملك وظيفة يؤديها كأنه مرسل إليها، فهي الدلالة لغوية أكثر منها شرعية أو أكثر منها اصطلاحية. طيب إزاي تقول كده وربنا بيقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير؟ أقول نذير مش رسول، فرق كبير، فرق كالفرق بين السماء والأرض، بين كلمة نذير وبين كلمة رسول. من الممكن أن يبقى إنسان عادي ونذير، واحد يعظ الناس، إنسان تقي ويعظ الناس، إنسان يقود الناس إلى الخير، إنسان يحث الناس على البر، هذا نذير. فالجن فيهم نذر، وفي كل أمة نذر، ولكن هل كل نذير رسول؟ أبدا، هناك فرق كبير جدا. فالرسول لابد أن يكون من البشر. طيب الشرط ده في حد انتقد هذا الشرط وجاء بخلافه؟ في بعض الناس اللي هم عندهم عقول تعبانة قالوا إن للبهائم رسلا، في للبهائم رسل وللحشرات رسل. طب جبتوها منين؟ قالوا جبناها من الآية وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وأنا وضحت الآن أن الفرق بين كلمة نذير وبين كلمة رسول وبين مدلول الكلمتين وبين مفهوم الكلمتين كالفرق بين السماء والأرض. طيب قالوا طيب ما أنت بتقول إن الرسول يوحى إليه؟ طب ما أوحى ربنا عز وجل إلى أوحى ربنا إلى النحل وأوحى إلى أم موسى. أقول لا، ده اسمه إلهام. فرق كبير بين الوحي الذي جاء به الأنبياء أو الذي جاء على الأنبياء والإلهام الذي وقر في قلب أم موسى، أو الإلهام الذي طبع عليه النحل أو طبع عليه العنكبوت مثلا، لكي العنكبوت ليبني بيته وكذلك النحل. يبقى أول شرط البشرية. طيب الشرط الثاني الحرية، أن يكون حرا، يعني ما يكونش عبد. طب ليه ما يكونش عبد؟ ما هو العبد بشر برضو. قال لك لا، أصل العبد لا يملك نفسه، العبد لا يملك نفسه، فكيف يحث الناس على أن يتحرروا من قيود الشهوات ومن قيود الناس ومن قيود المجتمعات ويلجأوا إلى ربهم؟ هو أصلا مملوك. الأمر الثاني في طبعه المهانة، العبد يباع ويشترى، يعني هو ملك لصاحبه، كما أنت تملك الكرسي وتملك الطاولة وتملك التلفزيون، يملك أيضا هو العبد، مملوك يتصرف فيه كيف يشاء. فليس هناك رسول أو نبي من العبيد، لأن العبودية لا تمكنه
من نشر دعوته ولا الجهاد في سبيلها، لأنه ليس حرا في تصرفه. يعني علشان يروح يجاهد أو يعني يحارب الكفار مثلا، يستأذن من سيده يعني، يقول له يا سيدي لو سمحت إذن لي إن أنا أروح أحارب لأن أنا أصلا نبي. طب كيف يكون نبيا وسيده أعلى منه كعبا وأفضل منه بشرية وحرية؟ أبدا. يبقى ما ينفعش يبقى العبد، ما ينفعش يبقى رسول، لازم يبقى حر. الشرط الثالث الذكورة، لابد أن يكون النبي ذكرا، فليس هناك نبي من النساء على الإطلاق. طيب ما مريم دي نسميها ايه؟ لا، مريم امرأة صالحة صديقة، وأمه صديقة، ما قالش وأمه نبية، ما قالش وأمه رسولة، قال وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام. ما حدش قال أبدا إن أم موسى نبية، أم موسى امرأة عادية، هي حملت برسول الله، والله عز وجل أوحى إليها، ألهمها، ما هو حضرتك برضو ممكن يجي لك إلهام، هل تبقى أنت رسول؟ إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. من الممكن حضرتك تحلم ترى رؤيا وتتحقق الرؤيا في اليقظة، فهل أنت الآن أصبحت نبي؟ لا. إذن فلابد أن يكون ذكرا، فليس هناك نبي أو رسول أنثى، لأن هذا الميدان، ميدان النبوة وميدان الرسالة، ميدان شاق وعمل شاق مضني، كيف تتحمله المرأة؟ ده في الوحي فقط، في عملية اتصال السماء بالأرض، عملية نزول جبريل على قلب الرسول، هذه مسألة من الصعوبة من مكان، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغير وجهه عندما ينزل عليه الوحي، كان يتفصد عرقا في الشتاء من شدة الوحي، والله يقول له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولقد يسرنا القرآن للذكر، يبقى هو في الأساس قول ثقيل، لكن الله هو الذي يسره للذكر. فكيف تتحمل المرأة هذا؟ كيف تتحمل المرأة عناء النبي وهو يدعو قومه وهم يجاهرونه بالعداء ويجاهرونه بالتنكيل ويجاهرونه بالتعذيب؟ الأنبياء عذبوا، الأنبياء اضطهدوا، الأنبياء هجروا من أوطانهم وبلدانهم، الأنبياء تعرضوا لما لا يستطيع بشر أن يتحمله، وأنا أقول أنهم أن الله عز وجل كتب عليهم ذلك لأنهم أسوة وقدوة للناس. فالنبي يتوعك توعك الرجلين من أي بشر عاديين، من البشر يتوعك، إذا جاءه مرض يتوعك توعك الرجلين، وإذا ابتلي بأمر يبتلى بما هو أشد من ابتلاءات الناس، لأنه رسول وقدوة. فكيف تتحمل المرأة هذا؟ ثم المرأة تعتريها أشياء طبيعية كالحمل وكالرضاع وكالطمث وكالحيض، فهل في هذه الأوقات تأخذ أجازة يعني من البلاغ، تأخذ أجازة من النبوة؟ طيب في الموظفين بياخدوا أجازة حمل، أجازة وضع، أجازة رضاع، هل نحن نعطي النبي كذلك؟ طيب في الحرب والجهاد، الله كتب على الأنبياء أن يجاهدوا، وكتب عليهم أن يبلغوا رسالة ربهم حتى ولو كان ذلك بإراقة الدماء،
كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. فهل المرأة تتحمل هذا؟ هل المرأة تتحمل أن ترى الدماء وأن تجاهد وأن تحارب؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة: إذا احمر الحدق واشتد الوطيس اتقينا برسول الله. اتقينا يعني رسول الله هو أشجعهم صلى الله عليه وسلم. اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل من الممكن أن أتباع النبي يتقون بالنبية من عدوهم؟ هذه مسألة، ولذلك لا يمكن على الإطلاق، ولم نقرأ على الإطلاق أن النبي جاء من الإناث أو من النساء. والآية واضحة: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، رجال يعني ذكور. طيب الشرط الرابع: السلامة من الطبع المنفر، لأنه المطلوب أن الناس تلتف حوله، المطلوب أن الناس يحبونه، المطلوب أن يكون عنصر جذب للناس حتى يستمعوا إليه. كيف يستمعون إلى رجل مريض بداء معد مثلا كالبرص أو كالجزام؟ كيف يتبعون نبيا أعرج أو نبيا أعمى أو نبيا أصم؟ فهذه لابد أن يكون النبي سليما منها، وأن يكون حسن الصورة. ولذلك نحن نقرأ في سير الأنبياء ما كانوا عليه من بهاء وروعة وجمال في الخلق، فهو سليم من الطبع المنفر، سواء كان ذلك في الخلقة أو في الخلق، في الخلقة أو الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتعهدون عرقة ليشموا رائحة المسك فيه، بل وأطيب من المسك. كان الصحابة يتبادرون ويتسابقون إلى أخذ بقية وضوئه صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة لا يملؤون عيونهم من النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة حيائهم من بهائه وجماله وروعته. والأوصاف الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في كتب السيرة والتي ذكرها هند ابن أبي هالة، وهذه مسألة عندما تقرأها يعني يتجسد أمام يعني في تصورك شخص لا مثيل له في هذه الدنيا، لدرجة أن قال فيه القائل: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، ولدت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. سيدنا يوسف عليه السلام كان بلغ من الجمال مبلغا حتى افتتنت به امرأة العزيز وراودته عن نفسه. والنسوة في المدينة لما عرفنا ذلك كنا يلمنا امرأة العزيز، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلجأت إلى طريقة تبرئ بها نفسها، فقالت: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. النسوة قطعن أيديهن
بمجرد أن خرج عليهم يوسف عليه السلام جماله أخذهن فقطعن أيديهن. إذن فالنبي لابد أن يكون سليما من الطبع المنفر حتى لا يتفرق الناس عنه، سواء أكان خلقيا أو خلقيا. أيضا لابد أن يكون أعلم الناس بالدين، طبعا يكون أعلم بالدين ممن يبعث إليهم، لأنك لا هو المرجع، ولأنه هو الأسوة وهو القدوة. فلا نجد أحدا من أتباعه مثلا يفوقه في الحديث أو يفوقه في البيان أو يفوقه في الإجابة عن أسئلة الناس. لابد أن يكون الجواب حاضرا لديه، سريع البديهة، ذكيا، نبيها. ونحن نجد في دنيانا وفي وظائفنا أناس يحاولون أن يسحبوا البساطة من تحت أقدام رؤسائهم مثلا، فيتكلم سريعا أو يدعي أنه أكثر منه نباهة أو أكثر منه فهما وهكذا. لا، النبي لابد أن يكون أعلى الناس وأفضل الناس منطقا وحديثا وبيانا وفهما وبلاغا. لكن هل يشترط في النبي أو الرسول البلوغ أن يكون بالغا؟ هنا العلماء اختلفوا. فريق من العلماء قال لا يشترط البلوغ في النبي، يعني من الممكن أن يكون نبيا وهو طفل. وفريق قال لا بد من البلوغ، ما شفناش نبي جاء قبل 40. ازاي بقى؟ ده يوسف ده ده, ده 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 عيسى عليه السلام في الروايات الصحيحة انه صعد وهو عنده 33 سنة. قاسوا ذلك على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في 40. الفريق الأول وعلى رأسه الفخر الرازي يرى أن ذلك وقع فعلا. إيه وقع فعلا؟ أن النبوة وقعت لغير البالغ، للطفل، يعني يكون نبي هو لسه طفل صغير. طب وقعت إزاي؟ قال لك نستدل بالقرآن الكريم، قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. صبيا يعني ايه؟ لم يبلغ الحلم. طيب، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. طيب، ده بالنسبة ليحيى. وما حدث لسيدنا عيسى عليه السلام؟ فقد قال وهو في المهد ما يحكيه عنه القرآن الكريم، قال إني عبد الله، هو تكلم في المهد وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. الشاهد هنا آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. إذن الإمام فخر الدين الرازي يستدل بهاتين الواقعتين وبهاتين الآيتين على جواز إرسال رسول لم يبلغ الحلم
وهو صبي أو وهو طفل في المهد. طيب الفريق الثاني يرى أن ذلك لم يقع فعلا، لم يبعث الله تعالى نبيا دون البلوغ، ده ما حدث بالفعل، لكن هل هو جائز؟ يعني يا أصحاب هذا الفريق، أنتم الآن تقولون لا يمكن، لم يأتي نبي قبل البلوغ. السؤال، هل أنتم ترون جواز مجيء نبي قبل البلوغ؟ قالوا فرق بين الجائز والواقع، يجوز عقلا أن يرسل الله رسولا طفلا، يجوز عقلا أن ينبئ الله نبيا طفلا، لكن ذلك لم يقع. فليس كل ما هو جائز عقلا واقعا فعلا، فليس كل ما هو جائز عقلا واقعا فعلا. فهل من الممكن أن يخلق الله إنسانا بأربعة أرؤس، يعني أربعة رؤوس مثلا أو برأسين؟ قالوا يجوز، ده يدخل في الإمكان، لكن هل وقع بالفعل؟ لم يقع. طب ليه قلت جائز عقلا؟ لأن النبوة أصلا فعل من أفعال الله، والرسالة فعل من أفعال الله، وأفعال الله كلها جائزة، تقع في دائرة الجواز، يجوز لله أن يفعل ويجوز لله أن لا يفعل، وفعله تفضل وعدم فعله عدل، وفعله تفضل وعدم فعله عدل. فيجوز لله أن يخلق الخلق ويجوز أن لا يخلقهم، فعندما خلقهم تفضل عليهم، وإذ لم يخلقهم فذاك عدل منه سبحانه وتعالى وحكمة. ويجوز لله أن يكلف عباده ويجوز أن لا يكلفهم، ويجوز أن يكلفهم فوق الطاقة، ويجوز لله أن يرسل رسولا ويجوز أن لا يرسل رسولا. فإن أرسل رسولا فبفضله وبمنته، وإن لم يرسل رسولا فبعدله وحكمته. ويجوز لله أن ينزل كتابا وأن لا ينزل كتابا، ويجوز لله أن يرسل رسالات وأن لا يرسل رسالات، بل يجوز لله أن يعذب الطائع ويثيب العاصي، يجوز لله هذا، لأنه ليس هناك ملك على الله عز وجل، ليس هناك حاكم على الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ربك يخلق ما يشاء ويختار. إذن فيجوز لله عقلا أن يرسل الله رسولا طفلا، لكن ذلك لم يحدث. يجوز لله عز وجل أن يرسل لنا نبيا طفلا، لكن ذلك لم يحدث. هذا على رأي الفريق الثاني. طيب تعملوا إيه بقى في الآيتين؟ أي آيتين؟ الآية اللي ذكرتها في يحيى، والآية اللي ذكرتها في عيسى، وآتيناه الحكم صبيا في يحيى، وأيضا في عيسى عليه السلام إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، دي صريحة، وجعلني نبيا. قالوا نفسرها باعتبار ما سيكون، يعني إن شاء الله سأكون نبيا، وإن شاء الله سأكون رسولا. طب ازاي ده التعبير بالماضي؟ ده الآية بتقول ايه؟ وآتيناه الحكم صبيا، ده تعبير بالماضي. وقال آتاني الكتاب وجعلني نبيا، ده تعبير بالماضي. ما هو تعبير بالماضي لتحقق الوقوع،
عبر الله بالماضي لتحقق الوقوع، لان ما فيش حد هيجي يقول له انت ليه عملت كده، ما فيش حد هيوقفه عن فعله، كما في قوله تعالى اتى امر الله فلا تستعجلوا. امر الله يعني يوم القيامه، يعني الاخره، وهل الاخره قامت الان؟ لكن الايه في اول سوره النحل اتى امر الله، فلماذا عبر بالماضي؟ قال العلماء لتحقق الوقوع، وهنا كذلك لتحقق الوقوع في المستقبل. يعني دي الشروط التي يجب أن تتوفر في النبي وتتوفر في الرسول أيضا. طيب ما الصفات التي يجب أن تتوفر في الرسول وفي النبي؟ خلي بالكم من دلالة الألفاظ، أنا قلت صفات واجبة، هل هناك صفات جائزة؟ في صفات جائزة، وفرق كبير بين صفات الجائزة والصفات الواجبة والصفات المستحيلة، لأن في فرق كبير بين الواجب والجائز والمستحيل. وأنا أقول الصفات الواجبة عقلا وشرعا، الصفات الواجبة يعني الصفات الواجبة عقلا، يعني التي لا تقبل الانتفاء أصلا، بل ينبغي أن تتوفر. والصفات الجائزة يعني الصفات التي من الممكن أن توجد وأن لا توجد، أو الصفات التي تشمل النبي وتشمل غيره من البشر. والصفات المستحيلة هي الصفات التي تناقض الصفات الواجبة. يعني ايه؟ يعني الصدق صفة واجبة، الكذب صفة مستحيلة، الأمانة صفة واجبة، الخيانة صفة مستحيلة. وهذا الأمر يحتاج إلى بيان، وأرى أن الوقت قد انتهى، فريثما نلتقي نستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.